السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي واخواتاتي الغاليين العزاز، لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ مزيانين، الله يحفظكم ليا وتحياتي واحتراماتي للجميع. الخوت الغاليين، بغيت ندير معكم واحد المسمنات كيجو رائعين في الفران، كيجو غزالين. اللي بغا يديرهم فرديين ولا اللي كيبغي يدير وحده مجموعه. ايوا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي نشاركهم معكم. وهنا اللي كنحتاجو ليهم يا اخوتي الغاليين، هنا راه كنحتاجو بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنايا راه كاين عندي شويه ديال خيزو كنديرو على الطريقه هكا، وهنا عندي شويه ديال الفلفله، ديال الفلفله حمراء، وهنا عندي شويه ديال الكورجيه، وهنا عندي بصيله ها هي، وهنا عندي شويه قزبر معدنوس، واحد شويه ديال المصير، واحد التويمه، هنا عندي شويه ديال الزيتون، هنا عندي شويه ديال السدر تاع الدجاج، هنايا عندي شويه ديال الشرموله هي، هنا عندي فلفله حمراء وعندي فلفله خضراء. هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندير شويه ديال الزيت، بسم الله زيت المائده باش نشحروا هاد الخير. غادي نديروا سلم المهدي، هو المهدي سلم والعام سلم. هنا كندير شي ديال التحميره، الفلفله حمراء انتوما. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، بارك اواجهكم. هاني زهير. هنا كندير شي ديال البزار، السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، كلشي بخير الحمد لله. اليوم جينا لكم فيديو جديد، لكن تقرا كلمه بلاتي. اليوم جينا لكم شهيوات رمضان، نصايبو معاكم اكلتهم معمرين راه كيجيو زوينين ان شاء الله يعجبكم. سمنات هنا راه كنخلو هادشي يتشحر كلشي، كنشحرو بحال هكا. راه كيجو فنين، كيجو رائعين، ديرهم وحدة وحدة كيجو بحال شكل بسيط لاط صغيورين. هانتوما العجينة راه حنا عجناها غير بمليحة أو الما صافي، مسمنات. اللي بغا يدير الورقه راه كيدير الورقه. خلو هادشي هنا يتشحر، نزيدو عليه واحد شويه ديال لاصوص صوجا هانتوما. وعندنا الشعريه الصينيه البنات، راه حنا درنا ليها درناها شويه بالنكهه ديال الكروفيت، معاها كتجي بحال النكهه ديال الحوت، بحال نصايبها هاد الحوت، كتجي زوينه وان شاء الله الرحمن الرحيم تعجبكم. حنا راه كنشاركو معاكم كاع اللي كنديرو، الله يسهل عليكم. تابعونا على قناة أم ياسمين، إن شاء الله نعمل لكم شوات في رمضان ونشاركوا معاكم اليومية ديالنا في رمضان. إيوا حنا اللي مكيسلمش في الليل، عطا الله وصايب حاجة زوينة وصافي. لا مسخنتيهاش، سخنيها. هنا كنديرو الشعرية الصينية البنات، هياك كنديرو واحد الباكية ديال الصوجا. هادي بقى لنا غير واحد شويه هاد القرعه، هنا
حنا كنخلطوا هادشي حتى كيتشحر لينا كلشي. هاد السوجه وهاد الشعريه الصينيه وهاد المكونات كلشي، هاد العناصر شي دخل مع شي كتجي زوينه. وكنديروها في الفران، كنديروها في الطاوه ونديروها في الفران. هاني غادي معاكم قدقه. هنا البنات راه كندير واحد المسمنه كنورقوها بحال هكا تتكون رقيقه على هذا الشكل باش تجينا رقيقه. شتو بحال هكا كنديروها بحال هكا في الصينيه هي الاولى، عاد باش كنزيدو عليها واحده اخرى بحال هكا كنزيدوها فوق منها باش ما تخرج ليكش الحشوه. ما ماشي باش ما تخرج ليا باش تكون الوريقات كاينين في التحت. هنا كنديروا البنات العماره. بسم الله سمحوا لينا على هذا الصداع، هنا كنسرحوا هذه الحشوه هكا انتوما بحال هكا. وانتم هكا انت كتسرح هاد الحشوه مقاده واخا حمزه مهدي خرج عليا قال لي دير واحد الفليفله جاتني حاره. انتم هكا كنردو هاد الجنيبات عليها بحال هكا كنجمعو على هاد الجنيبات كلهم هكا. سطيله بدوي ايه سطيله القاع. هانتوما كنديرو هادي ونعاود نزيدو الاخر تاني فوق منها. عاود تاني نقرصو الفران ونزيدوها فوقها. كبير الناس هنا الله يعطيك الصحة الله يحفظك ليا يا ياسمين. ايوا متنساوناش ملي اشتراك في القناة تتابعونا على قناة ياسمين. انتوما حتى كنديرو هادو كلشي باش كيجيونا دوك الوريقات ورقه على ورقه ويجو مرقين. ان شاء الله نزيدو لوحه. تبارك الله عليك الله يحفظك. هدي مكانك المقلاه ياسمين هدي. ياسمين اجي نقول لك كنديرو طبقه فوق طبقه كنجروها بحال هكا نجبدوها باش كنديروها في الحاشيه هذوك نزيدو عليها هادي هكا تكون ديك الحشوه سخونه راه كترخى لكم. ما عليش داكشي طاح المقله تمسحي هذا. قري ياسمين داكشي اللي انتوما كنقرصوها البنات هكا كنقلقوها باش هادوك الجنيبات ديك سميتها اللي فيهم ديك العمارة اللي فيهم تسرح ديك العمارة مزيان ودوك الجنيبات ميبقوش بالعمارة مشي العمارة كلشي. انتوما
كتجي رائعه هاد المسمنه، كتجي فنه. هاري اسمي ليا كنديرو شويه تاع الزيت داك تسخن، كنديرو فيها شويه ديال التحميره بحال هكا باش كنديرو عليها من الفوق وندهنوها. هانتوما كنديرو بحال هكا في الكاسرونه، كندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الزيت، كنخليها بحال هكا حتى كتصفى، كنهزو ديك الزويته كندهنو بها من الفوق. جربوا هاد المسمنه راه كتجي غزاله وفنه وتجي مقرمشه على مزينه تاعها، نشاركها معكم ملي طيب غادي نوريها لكم كي جات. دابا نديروها في الفران اللي سخناه ونخليها طيب على خاطرها. بارك الله عليكم، تحياتي واحتراماتي للجميع. هانتوما البنات شوفوا راه كتجي مقشقشه ومقرمله ومن داك الشيء الواعر. هانتوما هنا راه غادي نقطعوها، راه كتجي ورقه ورقه وكتجي غزاله، ما نقولش لكم ما شهيتكمش فيها، ان شاء الله ديروها. الله يعطيك ورقه ورقه كتجي رائعه مقرمله مقرمله والمذاق يا سلام. تبارك الله عليك. انتوما تبارك الله ما شاء الله، هاد الطرف هذا يشبعك حتى السحور. كتجيكم رائعه شتافي، كتجي كيجي زوينه وكشيشه تقرميله وكتجي فنه والوريقات كيجيو هائلين. ان شاء الله الرحمن تعجبكم وديروها بالصحه والهنا وراحه البال، وتبارك الله عليكم، تحياتي واحتراماتي للجميع. شكرا لكم.